سيدي زيد ملكيف، عمري 30 سنة، دبلومي 2009 تكنسيان دو فابريكاسيون ميكانيك، عملت اكسبيريونس 3 ans في سوسيتي في سوسا كي في معناتها كونستركسيون ميتاليك اي فابريكاسيون ميكانيك. جاتني فكرة نتاع بروجي، رجعت لكيف مشيت لبيرو دومبلوا وين عملت الفورماسيون سي في على الانتربرونيريال، وزاد خدمنا برشا على ليدي دو بروجي. بعد الفورماسيون سي في سمعت فورماسيون اتش بي لايف تابع مشروعي تاع لونيدي وين عملنا بلان دافير، ركزنا فيها على ليتود مارشي، ليتود دو برودوي، ليتود كونكورونسييل، وين وضحت اكثر ليدي دو بروجي. كملت فورماسيون اتش بي لايف، مشيت للسنتر دافير الكيف، كملنا دوسي قدمناه البنكة، خديت لوكي في 2015، دخلت في البرودكسيون في ماي 2015، بديت بدو تكنيسيان، واليوم الحمد لله 4 تكنيسيان. في فيرميتار بلوس نعملوا ديكوراسيون انتيريور اكستيريور اون فير فورجي، الانتيريور اللي هما لي طابل لي شيز لي موبل، في الاكستيريور نعملوا لي فينيتر لي بورت لي غريل بالكون. البلوس نتاع البرودوي نتاعنا هي نقشه على حديد، نخدموا 9 ماكينات هوت كاليتي هوت بريسيزيون، وفي 2018 باش نزيدوا ماكينه 3 تكنيسيان باش نكبروا بيه المارشي بتاعنا.